بصراحة ما عرفتش واش تسيقوني ولا لا، كان عندي أمل كبير في الله سبحانه وتعالى أنه غادي يشفيني طبعا من الأول، لأن هذه قناعة خديتها من النهار اللي تقبلت الوضع ديالي قبل ما نبدا العلاج، قبل ما نعمل حتى لوبيراسيون. كان عندي واحد شتي بحال شي واحد كيكون قاري مزيان وعارف راسو ناجح، فكيمشي كينعس ما عندوش مشكل لان عارف راسو ناجح وجايب زعما نقطة مزيانة. هكذا كنت انا عارفة راسي لان كانوا البوادر كاملين كيأهلوني او كيوجدوني اني غادي نكون او كيوجدوني اني غادي نسمع خبر ديال الحالة النفسية ديالي مزيانة. كنظن الحالة النفسية هي اللي كتبين كل شيء. كنت كنعيش حياتي وكأني كنعيش حياتي اليومية وكأني ما فيا حتى شي حاجة، فكنخرج كنتلاقى صحابي كنسافر كنخدم كنضحك. يعني كنت عايشة بحالي ما عندي حتى شي حاجة، ما كنتش كنحس اني بحريق ني ب لا فاتيك حتى شي حاجه. فهذه كنظن عندها هو اللي خذلني، راه خذلني ما بقاش بالنسبه لي ما كيهمنيش كان في خبر كان او لا اصبح في خبر كان، بالنسبه لي ما غاديش نعطيه قيمه حتى غادي نهضر عليه خذلني ولا. انا كنشوف الناس اللي وقفوا معايا اللي جبدوا من الجديده اللي عطاوها حب عطاوها حياه عطاوها دابا كتزيرني وما كاينش ثلاثه الاسماء وما كاينين اسماء. مشكله لا ما نقدرش نعزل دابا، مشكله هو انني ملي غادي نجي نعطي اسماء ضروري ما غادي يسقط لي شي واحد سهو، وملي غادي يسقطوا لي بعض الاسماء سهوا غادي يبقى فيهم الحال بزاف. فبزاف الاسماء اللي كنذكر ديما واسماء انا ما نقدرش نقول لك الاسماء لان غادي تخلي الكاميرا شاعله وغادي نبقى نسرد في الاسماء وخصني نكتب وخصني الا تفكرت شي واحد نقول لكم عافاكم شعلوا الكاميرا. باش كاين اسماء كثيره ووقفت وهما عارفين راسهم دابا انت وانتي بلا ما نقول اسمكم انتم اللي وقفتوا معايا اللي عيطتوا لي ديما اللي شجعتوني اللي عطيتوني الحب اللي وقفتوا معايا اللي مسحتوا لي الدمعه ديالي اللي قلتوا لي منال راه تقدر تتغلب منال حنا معاك انتم كلكم وحتى انتم الجمهور اللي دعيتوا معايا اللي تمنيتوا لي الشفاء اللي بعثتوا لي بمساجات اللي وقفتوني في الطريق وسلمتوا عليا اللي كلكم عندكم يد في الشفاء ديالي من بعد الله سبحانه وتعالى اكيد.